صحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بحول الله، دائما نسبة رطوبة عالية على السواحل خاصة الوسطى والغربية مع تشكل ضباب محلي خلال الصبيحة. خلال الظهيرة ستنشط بعض الرعود المنعزلة نحو المرتفعات الوسطى والغربية، تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية خاصة نحو منطقة الأوراس. رعود منعزلة أيضا ستبقى تخص مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء، احتمال لبعض الأمطار الرعدية الموسمية نحو مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهجار والطاسيلي. فيما يخص الحرارة، خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستفوق 20 درجة على كل المناطق الشمالية، تكون مرتفعة خاصة بالنسبة للأغواط، كذلك بنمسيلة وبوسعدة ستقرب 30 درجة. على المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 30 لغاية 32 درجة، بينما لن تتعدى 23 درجة بمرتفعات طمن راس و 28 درجة بورقلة وإليزي. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية ما بين 40 لغاية 42 درجة على الخط الرابط بين غليزان، معسكر الشلف، عين الدفلة، تيسمسيل، حتى بالمسيلة، بوسعادة والأغواط، حتى بباتنا. أما على سواحل ما بين 32 إلى 34 درجة. جنوبا تبقى أجواء حارة وتفوق 40 درجة على كافة مناطق الجنوب الكبير، عدا بثمن راس وجنات ما بين 37 إلى 39 درجة، بينما ستقارب 47 درجة تحت الظل، هذا بكل من تندوف وابن عباس. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على العموم ضمن تيارات شمالية شرقية نحو سواحل الوسطى. أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، يومي الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية، أجواء حارة وصيفية، ضباب محلي خلال صباح الباكر نحو سواحل الغربية، الرياح ستكون قوية نسبيا على كل سواحل الوسطى والغربية. بعض الخلايا الرعدية التي ستنتشر خلال أواخر الظهيرة نحو المرتفعات الغربية، تكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية نحو المناطق الداخلية الوسطى وخاصة منطقة الأوراس، رياح قوية بمنطقة الواحات وسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي مع أجواء مشمسة، وتبقى رعدية موسمية تخص مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهجار والتاسيلي، درجة الحرارة ستبقى مرتفعة. يوم الخميس بحول الله تقريبا نفس الوضعية الجوية، لكن الخلايا الرعدية ستقل نحو المناطق الداخلية وستتشكل بعض السحب الركامية بدون فعالية نحو منطقة الثورة وكذلك منطقة الواحات. نعود إلى نهار اليوم.